الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحتفل هذا اليوم المبارك في هذا المسجد، مسجد الشيخ الصيدلي لتحفيظ القرآن الكريم، وهذه أول حفل يقيم في هذا المسجد، باعتبار أن احنا هذا المسجد أكرمنا به الله وتم افتتاحه في 21 رمضان الماضي، وهذا أول احتفال يقام فيه والحمد لله احتفال خاص بتخريج الدفعة 18 في علم الميراث، وكرمنا الله بهذه الدورات من سنة 2007. الآن الحمد لله وبفضله خرجنا العديد من الطلبة، والآن يدرسوا في علم الميراث في الزاوية وفي مصراتة وفي مسلاتة وفي غريان ومنسمة. العديد من الطلبة جونا ودرسوا واخذوا عندنا دورات، الآن هم بنفسهم يدوروا يعملوا في دورات في علم الميراث في مناطقهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى منه علينا، ونحمد الله ونشكره على هذه الدورة، وإن شاء الله نحمد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهني البلاد ويبعد عنها كل من أراد بها سوء. اللهم يا الله، اللهم يا الله، أرحم ليبيا من 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 الدول التي تريد عدم استقرارها. اللهم أرنا فيهم كما فعلوا في ليبيا، اللهم أرنا فيهم كما فعلوا في ليبيا، اللهم أرنا فيهم كما فعلوا في ليبيا في هذا القتل والدمار والتشريد. اللهم أهلك كل الظلمة والظالمين، ونتمنى لبلادنا الاستقرار والأمن والأمان. ونشكر قناة التناصح لأنها بصراحة دائما رائدة ودائما في المقدمة لنقل كل ما نشرت هذا المركز. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.